مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من ضواحي مدينة أكادير. ولا زلنا نسلط الضوء على العديد من مظاهر الاصطياف، فيما يتوجه العديد من الطبقة البرجوازية والطبقة الغنية إلى مسابح منظمة ومسابح تتوفر فيها شروط السلامة. هناك مجموعة من الشباب أصحاب الدخل المحدود وأيضا الطبقات الهاشة وكما نسميهم وليدة الشعب وأبناء الشعب المغربي، ويستعينون بمسابح فقراء كما تشوفوا معنا على المباشر. بطبيعة الحال يغامرون بأرواحهم بعيدا عن مسابح تتوفر فيها الحماية وأيضا المراقبة من أجل ضمان سلامتهم. فهؤلاء الشباب يستمتعون بهذه الأجواء الصيفية بعيدا عن لهيب الحرارة المفرطة في جو عنوانه الأبرز المغامرة والمجازفة، رغم صعوبة هذه المنطقة التي يستغلها هؤلاء من أجل ممارسة الطقوس الصيفية والسباحة، إلا أن المغامرة والمجازفة لا تثنيهم عن الاستمتاع بالأجواء الصيفية في ظل كما قلت غلاء مجموعة من المسابح الخاصة وأيضا انعدام متنفسات أخرى يقصدونها من أجل قضاء ما تبقى من عطلة فصل الصيف. إذن كما أطلقنا عليها، إذن هي مسابح الفقراء، مسابح أبناء الشعب التي يستغلونها رغم أنها مليئة بالأخطار ومليئة بالمجازفة والمخاطرة، إلا أنهم يضطرون إلى السباحة بهذه المناطق الوعرة، بهذه المنطقة الصخرية التي تتسم بوعورة تضاريسها وأيضا بخطورتها. فكما تشوفوا يعني مجموعة من الشباب مختلف الأعمار، وأيضا هناك أيضا فتيات هن الأخريات يستغلن هذا الفترة اللي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة للجوء إلى هذه المسابح الطبيعية التي لا يؤدون عنها أي تسعيرة في ظل موجة الغلاء التي تعرفها مجموعة من المناطق السياحية. كما كتشوفوا بطبيعة الحال مجموعة من الشباب أبناء الشعب يغامرون بأرواحهم بعيدا عن المسابح وبعيدا عن متنفسات توفر لهم فرص الانتعاش الصيفية كما كتشوفوا معنا على المباشر. ربما الصورة غنية عن كل تعليق، والصورة توضح خطورة المكان وتوضح المجازفة التي يجازف هؤلاء من أجل قضاء عطلة فصل الصيف في ظل ضعف الإمكانيات وضعف أيضا المتنفسات التي تلائم القدرة الشرائية للطبقات الهاشة والطبقات ذات الدخل المحدود. أشرف، في جاد شارع مكة إلا كان ممكن يعني تقول لي أخويا أين مدينة؟ ومرحبا أخويا، تحياتي لك. تحية أيضا عمر خالدي، أكيد هذه أطلقنا عليها مسابح الفقراء، مسابح طبيعية يلجأ إليها هؤلاء الشباب من أجل قضاء ما تبقى من عطلة فصل الصيف في ظل محدودية المرافق الترفيهية والمرافق التي يمكن أن يمارسوا فيها هوايتهم المفضلة هي السباحة بعيدا عن لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح العديد من المناطق في المملكة.